تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. طبعا في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال مقترحاتكم، آرائكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يثري ويضيف ويساهم في تحسين خدماتنا في مستشفيات هيئة الصحة بدبي ومراكزها الصحية المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، أو حتى في إمارة دبي في القطاع الصحي في إمارة دبي، أو حتى في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وعندنا في الإعداد فريق قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق اليوم معانا حمد المعيوف وأيضا شيماء التناك. شيماء وينك؟ ما شوفت موجودة. وهذا أيضا في الإخراج المبدع دائما معانا ناصر محمد سليم. إذا مستمعينا قبل أن نبتدي معاكم الحلقة نأخذكم بس بجولة سريعة لأهم الأخبار، ونذكركم كذلك بأرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. إذا صحة دبي تطلق تطبيق ذكي للأدوية. أطلقت هيئة الصحة بدبي تطبيقا ذكيا للأدوية على أجهزة الهاتف المحمول، يستهدف أطباء وصيادلة وممرضي الهيئة، يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالأدوية ودواعي استخدامها وتداخلاتها وآثارها الجانبية على المرضى. دكتور علي سيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهيئة الصحة بدبي أكد على أهمية هذا التطبيق الذي يوفر معلومات شاملة وموثوقة تساعد الأطباء والصيادلة في اتخاذ القرار الطبي والإكلينيكي بما يساهم في تعزيز أمن وسلامة المرضى. طبعا هذا التطبيق نحن تكلمنا عنه قبل مع الدكتور علي السيد، وأيضا ما نتكلم عنه كذلك في لما كان طور التجهيز لإطلاق هذا التطبيق، لكن إن شاء الله منسلط الضوء عليه أكثر مع الدكتور علي السيد، وأيضا إذا قدرنا نحصل حد من الاي تي يساهم معنا في الحديث عن هذا التطبيق. طبعا التطبيق موجود في الأبل ستور والجوجل بلاي أيضا، وأيضا بإمكان الكادر الطبي والتمريضي في هيئة الصحة كذلك تحميل التطبيق على هواتف المحمولة والتواصل مع إدارة الصيدلة ليتم تسجيلهم في التطبيق وتزويدهم بكلمة المرور. الحين هذا التطبيق ما أدري هل هو للعام ولا بس للعاملين في الهيئة، هذه نبغي نتأكد منها. حمدة خلونا نشوف الدكتور إذا قدرنا ناخذه اليوم زين، ما قدرنا ناخذه على باكر أو عقبه يكلمنا عن موضوع التطبيق هذا. إذن أطباء مستشفى دبي ينجحون، أو مستشفى لطيفة للنساء والولادة، للولادة والأطفال عفوا، ينجحون في استئصال رحم متضخم لمريضة عمرها 52 سنة بواسطة المنظار في عملية استغرقت 3.5 ساعات وتكللت بالنجاح التام. دكتورة رزان عادل ناصر أخصائية جراحة مناظير مستشفى لطيفة قالت أن المريضة كانت تعاني من تضخم مزمن في الرحم وصل إلى 10 أضعاف الحجم الطبيعي للرحم، مما كان يسبب لها آلام مستمرة ونزيف ومتاعب عامة في الجسم إضافة إلى فقر الدم.
حالة من تستحق أن الواحد يسلط الضوء عليها. طبعا المريضة أوضحت أنها راجعت العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة التي كانت تعرض عليها العلاج الجراحي لاستئصال الرحم، إلى أن راجعت مستشفى لطيفة حيث تمكن الأطباء من استئصال الرحم بشكل كامل بواسطة المنظار ودون أي مضاعفات على صحة وحياة المريضة، مشيرة إلى أن المريضة غادرت المستشفى وهي الآن بصحة جيدة. طبعا يا جماعة الخير، الإمكانيات اللي موجودة في مستشفى اللطيفة خاصة في مسألة عمليات المناظير، يعني إمكانيات تم الاستثمار فيها بشكل كبير من قبل هيئة الصحة بدبي، وأيضا يعني مستشفى اللطيفة هذه واحد من 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 المستشفيات المتخصصة في هذا النوع من العمليات وغيرها من العمليات المتعلقة بأمراض النساء والولادة. طبعا جراحة المناظير كلنا نعرف ان يعني هي تسرع من شفاء المريض وتقلل فترة إقامته في المستشفى وايضا المضاعفات اللي ممكن تصير عليها. زين، بعد اللي ما قلت خبر التأمين، لكن ما شاء الله الجماعة وايد يسألون عن التأمين. واحد قال اخي اتصلت بدالة مستشفى البراحة ردوا من أول رنة. زين، هذا كان جاي على البث المباشر يعني قبل برنامجنا. في واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متزوج من وافدة عربية وعندها أولاد من زواج سابق وحاليا كلهم على كفالتي، المفروض أعمل لهم تأمين صحي ولا ما في مشكلة، علما أن الأم عندها تأمين سعادة زوجة مواطن؟ هذه حالتك أنا ما أعرف أفتي فيها، تبغي الصدق فبحولها على دكتور حيدر وبخليه هو اللي يتواصل معاكم. خذي رقم الله يخليك يا حمده وحولوا المسج مع رقم على إدارة التأمين. زي من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، نحن منروح إلى وسائل الإعلام الاجتماعي. طبعا عندنا فقرة يومية بتكون معانا الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير يا أسماء. صباحك الله بالنور سرور في محمود. شو اليوم تي ما في الطاقة اللي متعودين عليك، إن الطاقة الباور هذه اللي تطلعين فيه الصبح؟ إيه تي أبغيت طبعا أول فعالية. خبرينا شو أبرز ما يتم تداوله صباح اليوم على صفحات السوشيال ميديا من أخبار، تغريدات، تعليقات في حساباتنا في هيئة الصحة، وأيضا ذكرينا بحسابات هيئة الصحة. حساباتنا على تويتر، إنستغرام، سناب شات، فريسكوب، هو DHA_دبي. أما على الفيسبوك واليوتيوب واللينكدين فهو دبي هيلث أثوريتي. بشكل عام نحن يوميا نبدأ برسالة إيجابية عبر صفحات هيئة الصحة، ونحب نحن نذكر هاي الرسالة الإيجابية في برنامجكم. والرسالة هي إن أردت أن تكون أكثر صحة وسعادة فعليك أن تبدأ بتغيير نمط حياتك وكون أكثر قوة وإرادة لهذا التغيير الإيجابي. يا سلام، هاي كانت رسالتنا الأولى لليوم. عيديها مرة ثانية أسمع، عيديها، رسالة مهمة هاي. إن أردت أن تكون أكثر صحة وسعادة فعليك أن تبدأ بتغيير نمط حياتك وكون أكثر قوة وإرادة لهذا التغيير الإيجابي. يا سلام، فنحن نحاول في قنوات التواصل الاجتماعي دائما نحفز بالرسالة الإيجابية الساعة 7:30 الصبح أول شيء. جميل، هذه رسالة مهمة على الصبح والله العظيم، تعطي الواحد دفعة، تعطيك طاقة إيجابية. بالضبط. أي من أبرز الأشياء أو أكثر التفاعل، أكثر موضوع تم التفاعل فيه من أمس اليوم، وهو موضوع استئصال الكلية بتقنية ثلاثية الأبعاد. الكل مستغرب إنه كيف وهل الورم بيرجع، فوايد وايد تساؤلات كانت عن هذا الموضوع، لأن الأول مرة يصير في المنطقة، فالكل يعني صحيح يبغي معلومات. البارحة بعد كان معانا الدكتور في الاستوديو، دكتور ياسر السعيد اللي أجرى هذه العملية بعد. والموضوع الأخير هو الفعالية اللي كانت موجودة من شوي، هي الحوار المطلق، وكانت بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع نخبة من المؤسسات الحكومية ومن ضمنها هيئة الصحة بدبي. ممتاز. طيب في أي إضافة ثانية اسمه تبغين؟ بس أقول المبادرة هي تساهم بالتعاون مع الجهات الحكومية على تطوير الأفكار في القطاع العام وبيئة الابتكار في دبي والإمارات.
جزاك الله خير يا اسماء الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة بدبي، على هذه الرسائل اليومية اللي تعطينا إياها، وأيضا كثري من الرسائل الإيجابية على الصفحة حق الناس، كثري منها إن شاء الله كل يوم بنقول لكم رسالة اليوم. جزاك الله خير، مشكورة يا اسماء وكل التوفيق. أيضا مستمعينا نحن منوقف مع فاصل، بعد الفاصل ما نفتح واحد من الملفات الطبية اللي دائما ما نتحدث عنها، وهو طب الطوارئ واستعداد دبي لإكسبو 2020. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي. مستمعينا، هيئة الصحة بدبي أطلقت نظام إلكتروني جديد للموافقات التأمينية ضمن برنامج الضمان الصحي بهدف خدمة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد وتسريع إجراءات الحصول على الخدمة عبر بوابة الموقع اللي هي eclimblink.ae. انزين دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي أكد على أهمية هذا النظام الذي يعزز توجهات الهيئة وخططها المستمرة في التحول الإلكتروني وتوفير درجة عالية من الرقابة للمنظومة التأمينية لتسهيل الإجراءات والحد من إمكانية التلاعب وسوء استخدام الموارد المالية من قبل المنشآت الصحية طبعا، والتعرف على سلوك المستهلك لاستخدام الخدمات الصحية في الإمارة. هذا الخبر مع تنويه على مسألة أن يا مستمعين الكرام باقي من الزمن 18 يوما على انتهاء مهلة الانضمام إلى منظومة الضمان الصحي التي كانت الهيئة مددتها حتى 31 ديسمبر. زين يعني 6 شهور عطتكم الهيئة على أساس أنه الواحد يعدل أوضاعه. فالله يخليكم اللي ما أمن العمالة الوافدة عنده أو العمالة المنزلية بالتحديد، أي حد على إقامتك إقامات دبي أمن، بارك الله فيك، لأن بعد 31 ديسمبر في مخالفات. الآن قبل الفاصل كنت أتحدث عن موضوع الملف الطبي اليوم، ملفنا الطبي اليوم نتحدث فيه عن طب الطوارئ، وأيضا هو موضوعنا الرئيسي، يعني ما نتكلم عن طب الطوارئ واستعدادات دبي لإكسبو 2020 في هذا المجال. فطب الطوارئ هو أحد التخصصات الطبية المهمة اللي يقاس من خلالها مدى تفوق المؤسسة الصحية وقدرتها على الاستجابة الفورية للحالات الطارئة وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل غير مجدول للمرضى المصابين بأمراض أو إصابات تتطلب التدخل الطبي الفوري. طبعا أطباء الطوارئ هم أول المسؤولين والمعنيين بتشخيص أو علاج المرضى بطريقة تضمن الإنعاش الفوري والعمل على استقرار الحالة المرضية بالتعاون مع أطباء من تخصصات أخرى واتخاذ القرارات المتعلقة بحاجة المريض للتدخل الجراحي أو التنويم في المستشفى أو الخروج من المستشفى. يعني هم اللي يسمونهم الخط الأول في يعني إحياء أي شخص تعرض إلى نكسة صحية. معايا في الاستوديو الدكتور محمود غنايم رئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي ونائب رئيس جمعية الإمارات لطب الطوارئ. صباحك الله بالخير دكتور. حياك الله وحيا الله المستمعين. وأيضا معايا الدكتورة سارة كاظم استشاري طب الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد. حياك الله معانا دكتورة. أهلا. ومعانا خليفة بن دراي، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. صباحك الله بالخير. صباح الخير أخوي محمود، وصباح الخير للأخوة الضيوف اللي معك. حياك الله سيدنا. حياك الله. طيب اليوم طال عمركم نحن ما نفتح هذا الموضوع، موضوعنا الحالات الطارئة، مفهوم طب الطوارئ، وأيضا الاستعدادات الخاصة بإكسبو 2020 من ناحية الصحية، بما أنكم جزء لا يتجزأ من هذا المجال. فأنا إذا بتسمحوا لي دكاترة ببتدي مع سعادة خليفة بن دراي، ما نتكلم عن الجهود التي تقام في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. سعادة خليفة، يعني شو هي الجهود التي تقام في هذا المجال، وما هو وكيف تنظرون إلى الاستعدادات الخاصة في إكسبو 2020، وأيضا إذا ما منتكلم عن التعاون ما بين الإسعاف وأقسام الطوارئ عندنا في إمارة دبي؟
طبعا اخوي محمود بخصوص اسبوع 2020، نحن طبعا بدينا من بداية ترشيح إمارة دبي لاستضافة اكسبو 2020. طبعا بدينا بفريق، تشكيل فريق في المؤسسة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تم ارسال مجموعة برئاستي الى ايطاليا لنشوف الخدمات اللي موجودة هناك، يغطون الخدمات الإسعافية في إكسبو إيطاليا. بالإضافة هناك تعاون مع مكتب إكسبو 2020، وفعلا بدينا من سنتين نخطط كيف نقاط الإسعافية داخل الإكسبو، ووضعنا خططنا وطبعا مع فريق المؤسسة كيف توزيع النقاط الإسعافية في داخل الإكسبو. وطبعا هذه على مراحل، وكل سنة يعني نضيف يعني شيء جديد لين ما نوصل يعني استضافة في 2020 إن شاء الله نكون جاهزين. ومثل ما ذكرت أنها بتكون يعني فرق خاصة لتغطية الحدث هذا العالمي. طيب سعادة خليفة بن دراي، إذا ما نتكلم أيضا الآن يعني التأمين الصحي لأي بالعافية دكتورة، التأمين الصحي لأي حدث في إمارة دبي، هناك يعني جهود كبيرة تقام وتعاون ملحوظ ومستمر ما بين خدمات الإسعاف وأيضا هيئة الصحة بدبي، فخلنا نتكلم عن هذا التعاون. طبعا هذه نحن يعني من خططنا الاستراتيجيه، ونحن يعني هيئه الصحه يعني شريك استراتيجي، يعني نحن ما نستغنى عنه، كذلك ما نستغنى عن جميع المؤسسات اللي تخص التعاون بيننا مثل القياده العامه شرطه دبي او الدفاع المدني او هيئه الصحه، لانها يمكن الاربع ادارات هذه دائما نكون متواجدين. اما المشاركات الكبيره مثل كاس دبي العالمي او تغطيه الاحتفال براس السنه او الفعاليات الكبيره، هناك فريق اللي هو فريق كامل بقياده القياده العامه لشرطه دبي، تقريبا في حدود يمكن اذا ما خان التعبير تقريبا فوق 30 مؤسسه مشاركه لتغطيه الفعاليات الكبيره. أما التعاون بيننا وبين هيئة الصحة، نحن طبعا تغطية الحوادث، يعني هناك تنسيق ما بين قسم الحوادث في مستشفى دبي أو مستشفى راشد أو مستشفى لطيفة، هناك تجارب وهمية، هناك تعاون، هناك يعني مثل ما قلت لك نحن ما نستغنى عن هيئة الصحة، لأنهم يعني تعاون بيننا من كذا سنة مستمر ما بين الإسعاف جميل. أنا أبغي أسأل دكتور محمود، بما أن سعادة خليفة بن درا يعني موجود معنا على الخط، أنتوا شو رأيكم في خدمات الإسعاف؟ هل في أشياء تبغون توصلونها زيادة حق الإسعاف، ولا في أطر للتعاون أكثر أو اقتراحات تبغون توجهونها؟ ها دكتور. أولا سيد العزيز، أود أن أقول أن ليس هناك تعاون، هناك تكامل. نحن منظومة متكاملة في لخدمة الإمارة، المقيمين، المواطنين جميعا في حالات الطب الحاد، فإحنا منظومة متكاملة والحمد لله. خدمات الإسعاف تعتبر من الخدمات الأرقى على مستوى العالم، وذلك حسب الإحصاءات، وبالتالي انعكس هذا على قيمة الخدمة المقدمة إلينا في أقسام الطوارئ في المستشفيات والحمد لله. أنا سمعت خليفة، سعادة خليفة، أنا سمعت أن أنتم تحطون حين أطباء عندكم في سيارات الإسعاف، هل هذا الكلام سليم؟ نعم طبعا احنا ياسين احنا نكون يعني إن شاء الله في المستقبل أن يكون العلاج في الشارع، وبدينا أول شيء بالمستجيب الأول اللي هم الفيرس ريسبوندر فيرست ريسبوندر مستجيب أول، هذه لا المرحلة الأولى كانت باراميديك. المرحلة الثانية جبنا أدفانس باراميديك، هذه لا يعني أعلى من الباراميديك، يعني ممكن يعطون أدوية. كذلك فتحنا خدمة اللي هي طبيب الطوارئ،
حاليا بعد مرحلة يعني ما اكتمل العدد. يعني حين عندنا تقريبا في ديرة وفي برد بي دوريتين تغطي يعني المجال. الشخص إذا يحتاج نقل خلاص ينقلونه على أوامر الطبيب اللي موجود. وفي عندنا مثل ما قلت دورية أو إسعاف طبيب طوارئ ويعالج في الشارع. وإن شاء الله هذا في المستقبل بيكون العدد بيزيد ونخفف عبء المستشفيات عن نقل الأشخاص. مجرد أنه هو طبيب عالج الشخص في الشارع وخلاص يروح، ما في داعي ننقله إلى المستشفى. جميل. سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا يا أخي مامي، شكرا. وأشكر الأخوة اللي موجودين معنا. حياك الله. طيب دكتور، يعني أنا قبل أطلع فاصل على السريع، يعني من علق على بعض الأمور الخاصة اللي طرحها سعادة خليفة بن دراي، يعني لكن قبل ذلك خلنا نتحدث بشكل مبسط، يعني طب الطوارئ، شو اللي نعني بالحالة الطارئة وما هو مفهوم طب الطوارئ على السريع دكتور، على أساس ناخذ فاصل ونرجع نستكمل الحوار. طبعا مفهوم طب الطوارئ هو مفهوم حديث الآن، ممكن نقول بدأ في السبعينات بشكل المتكامل. الحمد لله احنا خطينا خطوات سريعة جدا لوصلنا لمستويات عالمية في مفهوم طب الطوارئ. في بداية التسعينات مثلا كانت أقسام الطوارئ تدار بأطباء من الممارسين العامين وبعض التخصصات الأخرى. نفخر الآن بوجود متخصصين على مستوى عالمي من الاستشاريين والمتخصصين في أقسام الطوارئ، وعدد لا بأس به الحمد لله من المواطنين في هذه الأقسام من المتخصصين والمبتعثين وبرنامج الإقامة. فطب الطوارئ هو التعامل مع الحالات الحادة في مراحلها الأولية، هي البوابة لأي مستشفى. نعتبرها طبعا هي عنوان الخدمات الصحية. فإذا كانت خدمات الطوارئ متطورة وجيدة ترقى الخدمات الصحية إلى الأرقى، لأن هي بوابة أي مستشفى. صحيح. حين بالدراي قاعد يعين أطباء طوارئ في الإسعاف. سيدي طبعا هذه منظومة اللي هي منظومة الخدمات الطبية الطارئة. صحيح. لا تشمل فقط أقسام الطوارئ، تشمل حاجة المستشفيات، ما قبل المستشفيات وما بعد قسم الطوارئ. صحيح. ما نتكلم عن هذه الأمور بالتفصيل. وأيضا دكتور أنا بريحت شوي عشان تكحين على راحتك دكتورة زين، وما نرجع من استكمل حوارنا إن شاء الله مع الدكتور محمود غنايم رئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي ونائب رئيس جمعية الإمارات لطب الطوارئ، وأيضا دكتورة سارة كاظم استشاري طب الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا نتحدث عن ملفنا الطبي لهذا الأسبوع، ملفنا كنا نتحدث فيه عن طب الطوارئ واستعدادات دبي لإكسبو 2020. استضفنا معنا قبل الفاصل كان سعادة خليفة بن دراي مدير التنفيذي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عبر الهاتف، لكن ما زالوا يستمروا معايا في الاستوديو دكتور محمود غنايم رئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي ونائب رئيس جمعية الإمارات لطب الطوارئ، وأيضا كذلك الدكتورة سارة كاظم استشاري طب الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد. يعني اسمح لي دكتورة ببتدي مع دكتورة سارة. دكتورة، في مفاهيم يمكن قد لا تكون مفاهيم صحيحة عند المجتمع عن موضوع طب الطوارئ، من ضمن هذه المفاهيم ما هي الحالات التي يجب أن تتواجد في أقسام الطوارئ، وشو هي الحالات اللي يجب أن لا تتواجد في أقسام الطوارئ تروح أماكن أخرى؟ طبعا شكرا أستاذ محمود، أنا سلطت الضوء على موضوع وايد مهم. ومثل ما قلت في فئة من الناس عندهم خدمات أخرى يقدرون يتوجهون لها مثل مراكز صحية. وقسم الطوارئ معني بعلاج الحالات الحرجة، بمعنى الحالات اللي تتطلب المساعدة الطبية الطارئة، أو ممكن تتحول تتعقد الحالة وتتحول لحالة حرجة. فإحنا عندنا في الطوارئ نظام تصنيف الحالات من 1 ل 5،
فخمسة وأربعة تقريبا الحالات المفروض تروح المراكز الصحية وتتعالج فيها، والحمد لله المراكز الصحية عندنا متوفرة وتوفر العلاجات اللازمة، ونحن نقدم لهم هذا حتى لو يوم الطوارئ نقدم لهم، لكن يتأخرون بالوقت. يتأخرون. وهذا كم الوقت مالهم نعطيهم؟ فطبعا عالميا خمس ساعات أقل من هذا يتريون، بس بعد الواحد يكون يقول أنا يا حين ليش اللي بعدي جاء دخل الحين حالته أخطر، مو هذا اللي لازم يفهمونه. ففي حالات أخطر اللي تتقدم على الحالات اللي مو بخطيرة. فالحالات مثلا اللي تتطلب تروح المراكز الصحية اللي يكون تصنيفها الرابع أو الخامس، بمعنى ممكن مفروض يعني مدة الانتظار ما بين ساعة إلى ساعتين تكون. والله زين ساعة إلى ساعتين، هذا إذا كان قسم الطوارئ مش زحمة. في أوروبا يلسونه تقريبا 6 ساعات. إيه صح كلامك، بس الحمد لله احنا عندنا نظام انه يكون عندنا دكتور موجود عند منطقة تصنيف الحالات. حلو. يقوم يعين الحالات بسرعة، الحالات الحرجة تدخل بسرعة، والحالات اللي اقل حرجة بنسبة اقل ممكن يبدأ بعلاجها. بمعنى اذا اتشاف الطبيب انه ممكن يحتاج تحاليل معينة يطلبها المريض، يعطي الدم مثلا، وبعدين اول ما يدخل على الطبيب تكون النتائج طالعة. في أوقات الازدحام ممكن المدة طول، وهذا اللي يسبب إن عدم راحة المرضى إن يشتكون من طول الانتظار. لكن الحالات الطارئة يعني مثلا التصنيف الأول اللي رقم واحد على طول يدخل، وعلى طول الدكتور موجود في قسم الإنعاش إنه ينتبه للحالة. حالات رقم اثنين بعد نفس الشيء، من تقريبا 15 دقيقة أكثر، بس هذا اللي بعد يتوجه يعني تقريبا على طول يروحوا الطبيب يشوفه. جميل. ورقم ثلاثة مفروض يعني المدة العالمية 30 دقيقة، وإحنا نوصل هالمدة وأقل من هاي بعد المشي. جميل. الحين يعني تكلمتي دكتورة عن هذا الموضوع، لكن نحن نتحدث عن يعني تحديات تواجه طب الطوارئ. قبل فترة كان في المؤتمر العالمي الثالث لطب الطوارئ اللي تنظمه جمعية الإمارات، بالتحديد شعبة طب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية يسمونها. نعم. فدكتور يعني هنالك العديد من التحديات، منها تحدي التزايد السكاني والتوسع الجغرافي في إمارة دبي. هذا تحدي كبير يقف أمامكم، لأن كثر ما زادوا الأعداد يعني بتكون فرص الإصابات أكبر. التحدي الرئيسي يا سيدي هو التميز. صحيح. الآن في إمارة دبي التميز عنوان، تميز حسب قول سيدي الشيخ محمد بن راشد ليس له خط نهاية. صحيح. فالآن التميز يجب أن يشمل الخدمات الصحية، ونحن نسابق الزمن حتى نكون الأحسن، ليس على مستوى المنطقة الآن، بل إحنا تطلعاتنا عالمية والحمد لله، ووصلنا إلى مراحل متقدمة. في مؤتمرنا الأخير، مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ، كان هناك ممثلين من كبرى الدول المتقدمة في طب الطوارئ، كندا، أمريكا، بريطانيا ودول أخرى في المنطقة، وثبت والحمد لله مدى تميز وتطور الخدمات الطوارئ والمستوى الذي وصلنا إليه الحمد لله في الدولة، والتميز الذي وصلنا إليه ونفخر بذلك الحمد لله. جميل. يعني نقدر نقول أن مستشفياتنا وخدمات الطوارئ الموجودة عندنا هي مواكبة للتطورات العالمية بشكل عام؟ ممكن أكثر من ذلك. يا سلام عليك يا دكتور. يا سلام عليك. طيب الآن دكتورة سارة، أنت امرأة انزين تشتغلين في قسم طوارئ، مواطنة موجودة في قسم الطوارئ، دكتورة مواطنة موجودة في قسم الطوارئ، وأيضا أنت عندك تخصص نادر بعد كذلك دكتورة، شو التخصص ذكريني فيه؟ السموم والأدوية. السموم والأدوية. انزين الآن دخولك مثل هذا المجال، هل يعني ما أثر على علاقتك أو حياتك الخاصة فيك، علاقاتك الاجتماعية، بما أن النظام عندك أنت نظام مناوبات وكذا، ولا دكتور في عزوف أصلاً من قبل المواطنات عن هذا التخصص؟ ها في عندك نسب دكتورة وأرقام معينة؟ أنا أقول لك الآن الحمد لله أي. كثير من المواطنات الآن في خط الإنتاج. يا سلام. بدأ برنامج الإقامة والحمد لله. أنت شو رأيك دكتورة؟ نفس ما قال دكتور محمود، فإحنا تقريبا 70%
بنات يكونون يدخلون التخصص و30% يمكن يكونون أولاد أو حتى ساعات أقل يكون. مع أن النظام شفتات ونظام يعني أنكول أي وقت وحتى في الإجازات في الأعياد أنتم موجودين. بس ما في أنكول. هي 8 ساعات الدوام وشفتات. بمعنى أن لو عندنا شفت المساء مثلا عندي أشياء. حالة طارئة يا دكتور وما في ولازم يتصلون في موضوع السموم وكذا. ما بتردين؟ أنا فريق طبي. بس انت ما بتردين اذا طلبوك؟ برد عليهم. بس عندي فريق طبي بعد ممكن تتوزع المناوبات. اوكي ممتاز. فيعني تنصحين الناس يدخلون هذا التخصص؟ اشجعهم يدخلون هذا التخصص. يا سلام عليك. طيب اذا ما تكلمنا الان عن التحديات اللي تواجه اطباء الطوارئ بشكل عام، ما بقول اقسام الطوارئ، الاطباء بالتحديد، شو هي ابرز التحديات اللي واجهتكم؟ انا باخذ اول شيء الخبرة الصغيرة بعدين بتوجه للخبرة الكبيرة. طبعا من الأشياء اللي نواجهها مثل ما اتطرقنا لها قبل شوي إن المرضى يكونوا متضايقين إن ليش فترة الانتظار طويلة. وهاي مرات إذا يوم نفهمهم خلاص يفهمون. الطبيب نفسه. الطبيب نفسه. فحط نفسك في مكان مريض جاي وعنده عنده ألم عندها، فيكون من كثر ما هو متضايق إنه ممكن هالشيء ينعكس عليه وتعامله مع الطبيب. لين ما يحصل العلاج المناسب بعدين إن شاء الله الأمور تهدأ عنده. ففي البداية يكونون جايين تعبانين، وأي حد تعبان مثل ما يقولون ما قادر يستحمل أي شيء. جميل. فهاي الأسلوب التعامل شوي يكون شديد في البداية، بس عقب ما يتعالجون الأمور تطيب. دكتور ما شاء الله كم سنة أنت حين في هذا التخصص؟ الحين السنة 28. 28 سنة ما شاء الله. شو هي التحديات أبرزها اللي واجهتها دكتور؟ أولا اليقظة الدائمة. يعني لا مجال أبدا للسهو ولا لثواني. صحيح. في الأقسام قد تسهى، ممكن تسهى ساعة زميلك يوجهك، لكن في قسم الطوارئ اليقظة 24 ساعة حتى بعد خروجك من القسم، بعد ذهابك للبيت المخ بيبقى يعمل. أنا شفت مريض ممكن لازم سويت كذا، والله روحت البيت، حتى أحيانا بيساورك الشك تتصل في المريض في البيت تقول والله تعال ارجع مرة ثانية ممكن أنا نسيت أسوي لك حاجة. اليقظة التامة. تطلعات المرضى والعملاء الآن زادت يا أخي. أنا قبل 25 سنة ما كانت هذه التطلعات. الآن المريض المريض ذكي، هناك وسائل عديدة، وسائل الاتصال، فالمريض توقعاته عالية جدا، وبالتالي يجب أن نواكب السرعة. مثل ما قلت لك إحنا الآن نفخر أننا أحسن من بعض المراكز العالمية. جميل. جميل. طيب الآن نحن نتحدث عن تطلعات المرضى، ونتحدث أيضا عن خدمات أفضل للمرضى، وأيضا نسعى إلى توفير الضمان الصحي لجميع المقيمين وزائري مدينة دبي ومواطني دولة الإمارات. في هذا المجال يعني تم إيجاد منظومة تأمين كاملة خاصة بإمارة دبي، هي سعادة وإسعاد. معايا عبر الهاتف دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التنظيم الصحي. صباحك الله بالخير دكتور. يا مرحبا كيف. سامحنا طولنا عليك شوية، لكن بما أن نحن نتحدث اليوم موضوعنا الرئيسي عن طب الطوارئ دكتور، في يعني الحالات اللي 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 التأمين ممكن أن يشملها في حالات الطارئة، شو هي تعريف الحالة الطارئة اللي يغطيها التأمين الصحي بشكل إلزامي؟ نعم. سلمك الله. قانون الضمان الصحي في إمارة دبي تكلم عن ما يسمى بالباقة الخدمات الأساسية، وباقة الخدمات الأساسية تشمل مجموعة أشياء، أحد أهم الأشياء هاي هي العلاج الطارئ. والعلاج الطارئ هو العلاج بالنسبة لتعريف التأمين الصحي، إذا تأخر العلاج ممكن يؤدي إلى فقدان للحياة أو الوظيفة أو عضو من الأعضاء، يعني loss of life, loss of limb, loss of function ما يسمى بتعريف التأمين الصحي. فالحالة هاي تعتبر الحالة الطارئة مغطاة تحت التأمين الصحي حتى لو كان السبب الأساسي غير مغطى. يعني مثلا على سبيل المثال باقة الخدمات الأساسية ما تغطي علاج الأسنان، لكن إذا كان في حالة معينة في الأسنان وأصبحت ميديكال إمرجنسي وممكن تؤدي إلى التهاب شديد، ففي الحالة هاي أصبحت الحالة الطارئة مغطى. كذلك فلنفرض دائما نشوف باقات الحمل والولادة في عليها لمت، مثلا حسب الباقة اللمت ممكن يكون 10,000 15,000 درهم بالنسبة لباقة الحمل والولادة. لكن إذا دخلت المريضة في حالة طارئة وأصبح
ضروري ان احنا نعمل عملية طارئة لنتيجة الولادة او نتيجة الحمل على سبيل المثال، بغض النظر عن كم تكلفة العملية هاي، فتكون مغطاة بالتأمين الصحي. اذا اي حالة تؤدي الى فقدان، اذا لم يتم علاجها يؤدي الى فقدان الحياة او فقدان الوظيفة او فقدان عضو من الاعضاء، في الحالة هاي تصبح حالة طارئة مغطاة بالتأمين الصحي. جميل دكتور، يعني بما ان نحن اتصلنا فيك بس باخذك على السريع على الاسئله اللي تجيني، لان يوميا تجيني اسئله عن التامين. متى بتكون معنا دكتور في الاستوديو؟ حاضرين ان شاء الله تعالى متى ما تبون. زين ان شاء الله بنرتب معك دكتور على حسب جدول اعمالك. لكن على السريع دكتور، التامين شو نوعه، للامراض المستعصيه ولا الامراض البسيطه؟ التامين الصحي يغطي زياره الطبيب اللي هو زياره طبيب العائله، ومن ثم التحويل للأخصائي. فالتأمين ما يستثني أنواع من الأمراض، أي مرض يحتاج إلى علاج سواء عن طريق طبيب العائلة أو يحتاج إلى تحويل الأخصائي، التأمين يعالجه. كذلك إذا كان في حاجة إلى عمليات جراحية، فالعمليات الجراحية كذلك مغطاة. الطوارئ مثل ما ذكرنا كذلك مغطاة. الأدوية، الفحوصات، الحمل والولادة، كل الأمور هاي مغطاة تحت التأمين الصحي والباقي الأساسية. طيب دكتور، أنا بس بختصر في الإجابات. واحد كان يسأل، أنا متزوج من وافدة عربية وعندها أولاد من زواج سابق وحاليا كلهم على كفالتي، المفروض أعمل لهم تأمين صحي ولا ما في مشكلة، علما أن الأم عندها تأمين سعادة زوجة مواطن؟ نعم صحيح، بالنسبة اللي عنده تأمين سعادة طبعا ما في مشكلة. بالنسبة لأي شخص مكفول عنده إقامة صادرة من إمارة دبي، إذا ما كان عنده التأمين الصحي من صاحب العمل أو من الحكومة، يجب على الكفيل توفير التأمين الصحي للشخص هذا. طيب دكتور، ابنتي تدرس، مو بنتي ابنتي المستمعة يعني، ابنتي تدرس في فلسطين وكل 6 شهور تحضر أسبوع واحد، هل هي بحاجة لعمل تأمين هذا يعني تقريبا 3 أيام؟ إذا عندها إقامة، إذا نعم، إذا دام أن عندها إقامة صادرة من إمارة دبي فهي تلتزم بمتطلبات الإقامة، وتأمين صحي أحد متطلبات الإقامة. يعني ممكن ظروفها في الفترة اللي طافت كانت في 3-4 أيام، لكن هي عندها إقامة صالحة المفعول في إمارة دبي، وبالتالي هي تعتبر يجب أن تطلع لها، يطلعوا لها تأمين. آخر سؤال دكتور، تحية طيبة، بخصوص معاش الشؤون ما يقدرون يدفعون عن الخدم لأن دخلهم 5000 درهم وعندهم خدامة وسايق، كيف ذلك؟ يعني خدامة وسايق 5000 درهم، المكتب 20,000 عشان يبون خدامة. هو احنا دائما هالسؤال يرد، انه طبعا خوي الهدف الاساسي من التأمين الصحي مش فقط حماية العامل أو الخادم، هو كذلك حماية الكفيل. واليوم لما يكون كفيل دخله محدود، فبالأدعى أنه يحمي نفسه، لأن لا سمح الله إذا حصلت حالة طارئة أو علاج كبير مطلوب للخدامة هاي، أو فجأة يعني احتاجت علاج مكلف، فالشخص هذا يجب أن يتكفل بكامل قيمة العلاج. وهالحالات مثل ما تعرف نشوفها بشكل يومي، صحيح، بشكل أسبوعي، يعني نشوفها بشكل مستمر. يعني مسألة الإعفاء من التأمين دكتور، ما في حد ينعفي من التأمين، هذه وكل مبلغ يعني 550 درهم، أنا أدري يعني ممكن يشكل رقم كبير، يحمي من مبالغ كبيرة. مثل ما تذكر يوسف محمود، شفنا احنا كثير من الحالات اللي يضطر المواطن أو الكفيل يدفع 40,000 50,000 70,000 نتيجة ان هو قانونا، وهذا مش من خلال قانون الضمان الصحي، حتى من خلال قانون العمل او الكفاله، اعتقد ما اعرف بالضبط نص القانون، هو الكفيل ملزم بتكلفه العلاج، وبالتالي التامين الصحي جاء يحمي الكفيل ويتاكد ان الكفيل ما يحتاج انه يدفع مبالغ كبيره نتيجه حاجته الى تغطيه علاج المكفولين لديه. وبالتالي خصوصا ذوي الدخل المحدود، ادعى انهم يحمون نفسهم من هالنوع من العوز او هالنوع من المفاجات. والله ضيعنا موضوع الحلقه دكتور فيها. جزاك الله خير دكتور حيدر اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي في إمارة في هيئة الصحة بدبي. دكتور إن شاء الله نترياك تكون معانا في البرنامج في القريب العاجل. أكيد. شكرا جزيلا لك دكتور. طيب لأن أنا يعني محمد سليم، ناصر محمد سليم طالع لي في النص، يعني قبل أنا مرتاح يقول لي 2 دقيقتين باجي، كيف خلص وقتي بسرعة ما تدري. عموما دكتور، بما ان يعني وصلنا الى ختام الحلقه، لكن انا دائما ما احيانا في امور ما تطرق لها اثناء الحوار، يمكن انت تبغى تركز عليها في شيء او كذا، فباخذ كلمه اخيره، المجال مفتوح لكم لاي موضوع او محور انا ما طرحته اثناء الحوار. طبعا الان اريد ان اخبرك اننا نعمل نحن وفق مبدا قرره حكيم العرب رحمه الله عليه الشيخ زايد، الصحه خط احمر، وأكد عليه سيدي الشيخ محمد بن راشد
لذلك نحن نعمل جاهدين، نحن جنود نعمل جاهدين لتوفير أرقى خدمات صحية ممكنة لجميع عملائنا في مستشفياتنا جميعا وبكادر متخصص والحمد لله. ونحن الآن نعمل جاهدين على تطوير أنفسنا لنرقى لنكون الأول على مستوى العالم حتى نقدم خدمات تليق بدولة الإمارات أثناء إكسبو 2020 إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة، نفس ما قال دكتور محمود، بس حبيت أأكد على المستمعين أن تخصص طب الطوارئ تخصص قائم بذاته، يعني طبيب الطوارئ ممكن يقوم بالإسعافات الأولية والعلاج الأولي لمرضى القلب، لمرضى الجلطات الدماغية، لمرضى التسمم، لكل الأمراض إحنا الخط الدفاع الأول ومتخصصين في علاجها بدون أن نحتاج إلى اللجوء إلى أخصائي. فاللجوء إلى أخصائي يتم في حالات معينة، لكن إحنا مؤهلين ومختصين في علاج هالحالات، فإحنا نعتبر أخصائيين في هالحالة. أنا أبغى أضيف بعد شغلة مهمة عزيزي المستمع، يعني أنت نحن نقدر أن مسألة أن إذا أنت عندك حالة طارئة نفسيتك تكون تعبانة، ممكن أن بالفعل واحد ما يعي الرياكشن اللي ممكن يطلع من عنده ولا التصرف اللي ممكن يطلع من عنده، لكن تذكر أن هذا الشخص الذي يقف أمامك وهو طبيب الطوارئ إنسان يعني موجود على أساس أنه يساعدك، على أساس أنه يحفظ لك حياتك وحياة أقربائك، فهلا هلا فيهم. يعني نسمع عن وايد حالات أنا ما أبغي أذكرها على الهواء، لكن أقول لكم يا جماعة الخير هذه الناس يعملون لي أجر راحتكم، فهلا هلا فيهم، الواحد يحبهم على رأسهم على الجهود اللي يسوونه. في ختام هذه الحلقة أنا ما أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور محمود غنايم رئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي ونائب رئيس جمعية الإمارات لطب الطوارئ. شكرا لك دكتور، وسمح لنا ما غطينا الكثير من المحاور. قلوبنا مفتوحة للجميع الحمد لله. الله يحفظك يا دكتور، والله أنتم ملائكة يا دكتور. ودكتورة سارة كاظم استشاري طب الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث بمستشفى الراشد، مشكورة يا دكتورة وأنت نموذج نعتز ونفتخر فيه. حياكم الله، وبغيت أقول للمستمعين لا تترددون التوجه إلى قسم الطوارئ متى ما احتجتوا له، إحنا مفتوحين دائما. حالات الطارئة بس، حالات الطارئة وحالات تشكون أنها طارئة إن شاء الله. شكرا لك دكتورة، وكل الشكر لمخرجنا ناصر محمد السليم، والشكر لفريق الإعداد والتنسيق، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، وحتى نلقاكم إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.